عسلامة مسيو. تفضلي. مرحبا. مرحبا بيك. بيك. عايشك. حبينا نحكي شوية على تأخر سن الزواج. والله تأخر سن الزواج هو أول حاجة ما نلقاش الشريك المناسب، أول حاجة، وثاني حاجة الغلاء، المعيشة ماش تنجم، أنت ماش تنجم تقاوم تعيش وحدك، مش تعمل هايفة. أنا ما الظروف كلها، ما الظروف ما تشجعش. يعني الوضع المادي. الوضع المادي. علاش ديما نحسبوا الزواج فلوس؟ بالطبيعة. علاش؟ المال قوام العمل. أنت تو ولا العقلية اللي ولد سيرة تو في البنات تعمل تتعرف على بنية، أول حاجة تسألك على تسألك قديش عندك فلوس، عندك قديش عندك، يمكن تسألك اش تخدم. لا هي ديرك عيب تسألك قديش عندك. تسألك قديش شهريتك. تسألك، قلت لك أول سؤال، تسألك قديش شهريتك، عندك قرابة، عندك دار، عندك معناها حاجة تبع الحياة. اللي هو المنطق حسب المنظور ديني، الغنى والفقر بيد الله، الغنى والفقر بيد الله. انت اما وين ما تلقيش الانسان اللي تخمم هكا بمنظور ديني، تقول له مثلا تزوج فقراء يغنيكم الله، نجموا معناها نبداو احنا. فما طفلة تفهمك، فما طفلة تنجم ما تفهمكش. ما يفهموكش. انت جربت مسيو؟ جربت. انا ديجا قاعد نجرب، انا تو قاعد نبحث من قلب الحدث. انت جيتي في قلب الحدث، انا قاعد نشرشت وقاعد نبحث. اما الكل تفكيري هكا، تفكيري معناها فلوس. شوفوا في الدنيا مش فلوس، الدنيا على وين انسجام وتفاهم. تقدر تحب، معناها تحب تعرف روحها على شنو قادمه. هي مش هيك، الأغلبية تبدأ عايشة سيتياسيون في الوضع العائلي، تحب وضع ما خير، تحب تخرج منه الما خير، ما خير، تحب تحسن وضعها. ما هيش قاعدة تلوج على واحد في نفس النيفو متاحة. تحب تعمل بروغريس. أنا لوجيك، تفكيرها لوجيك، ولكن مش بشرطه. معناها تنجمي تاخذي إنسان لبس عليه وما يهنيكش، ما تهنيش. انا اخر واحده قلت لها تنجمي تاخذي واحد لابس عليه ويخونك، ولا واحد لا، ولا واحد زوالي فقير ويهني عليك. انا اللي تختاري لهنا ماهوش مربوط بالفلوس. فلوس لهنا مربوط بالانسجام والتفاهم. انت حاجتك بالشخص تبدي معاه ازيرو، تنجموا توصلوا تعملوا برشا حاجات كي تبدوا متفاهمين، تبنوا على الصح. وكي تبدا ماكمش متفاهمين حتى يبدا عندكم فلوس ما تنجموا تعملوا بها حتى شيء. هو لهنا يجيب معناها بعد التفاهم اللي يصير بين الكوبل، كي بداو متفاهمين ينجموا يعيشوا مرتاحين. وقتاش يتفاهموا كي يبداو على قاعده صحيحه هي الصدق، يكونوا صادقين مع بعضهم، ما يخبوا شيء. نبدا انا معاك مثلا، ما نخبي عليك شيء وما تخبي عليا شيء، نبداو على اسس صحيحه. أما وقتش تصير الخلافات، وقت اللي يصير الكذب ويخبي وما يعطيكش الصحيح ويحكي لك الغلط. برشا شباب يتعرف على بنية حلالها في الجنة ذراعه وما عندها حتى شيء. علاش؟ من الأول هاو شنو عندي وهاو شنو ما عنديش. أنا يكون صادق الوضوح، خاطر هذم باش يعرسوا معناها، ما فماش كذب. حابل الكذب قصير، خاطر باش تكشفك، باش تسأل عليك وباش تكتشف الحقيقة. لازم الوضوح، خاطر هو كي نقبل العرس باش يقولها راني أنا باش نعيشك في الجنة، يعني بعديك ما تقولش بها تتشرط بعد العرس. صحيح. الوضوح، اللي حاب يبني حاجة يبني على قاعدة صحيحة، يبني على الوضوح، يكون واضح صحيح. هذا هو. والعلاقات الزوجية هي حاجة ضرورية. هل عمر الزواج محدد مسيو؟ لا مش محدد. يعني فما عمر معين لازمك تعرس فيه؟ بالطبيعة فما عمر توصل له تحس روحك في خطر. انت انا مثلا عمري هذا نحس روحي سيء. اون سيكو 41
هسه روحي اكلي. اكيد عائلتك هما اللي يقلقوا فيك هكا وقتاش تعرس. هسه روحك ما في خطر. عندها الحق الوالدة هي اللي تقول لك وقتاش تعرس. ايه مش الوالدة والوالد كل ما. اكيد يحبوا يشوفوا صغيراتك، يحبوا يتهنوا عليك، عندهم الحق. هيك يحبوا، لوجيك تفكير لوجيك. وانت زاد عندك حسابات اخرى. وضعيتك فما منها برشا. انت تعيش في الواقع، هم يشوفوا في حاجة اخرى، انت تشوف الواقع شنو الموجود شنو معناها. علاش شنو هي الحاجه اللي نجموا، شنو هي الحاجه اللي نجموا نبنيوا عليها؟ مش في المثاليه معناها العائله والصغار. الناس كل تحب عائله وصغار، اما اسك تنجم ولا ما تنجمش؟ هيك انسى. اغلبيه الرجال خايفين من اختيار الشريك الخطا. بالطبيعة يخافوا بعض العرس، خاطر خاصة انهم يشوفوا في مشاكل نتاع ديكوبل، مشاكل نفقة، محاكم، الحاجات هذوما يخوفوا من العرس هكا ولا؟ يخوفوا. توا البنية ولات تجيب بنية بالفلوس. نهار تطلقها تعطي الفلوس، تعيش معها تعطي الفلوس، معناها ديما معناها ديما ولات تنفق في الفلوس. هي المنظر هذا تغير حكم، هي اللي ولت تخدم، ولت معناها يتشاركوا معاش. انا اخر واحده جينا نحكي قالت لي راهو الرجال قوامون على النساء، قلت لها صحيح الرجال قوامون على النساء، صحيح الحكايه هذه، لكن هذه طبقت قبل كي كانت المراه ما تخرجش. كانت المراه ما تخرجش من الدار، فهمتي؟ معناها الراجل هو اللي ينفق. توا لا ولد هي تنفق وهو ينفق، ولد شراكة معنا. ولينا احنا مثلا نت الزواج ولد عبارة باش نحلوا شركة، جيست نكونوا متفاهمين وباش نتقاسموا الأدوار ويكون كل واحد مسؤول. فما دي تاش معينين كل واحد يكون ريسبونسابل عليهم وكذا، ونعيشوا هكاك. معاش معناها هيك العقلية، معاش معناها هيك العقلية نتاع قبل كانت مثلا الرجل يتكفل بكل شيء. لا توا ولو المعيشة كانت رخيصة، كل شيء كان رخيص. توا ولو 50-50 توا معاش. إيه 50-50 توا ولا 50-50. وما فرق يحبوش توا 50-50، توا تحب الرجل لاباس عليه يجيب لها كل شيء. إيه أنا نجيب لك كل شيء، أنت شنو تجيبي لي؟ شنو باش تضيفي لي؟ تخرج جيل باهي. تكبر الصغيرات، تخرج جيل ما شاء الله، إذا تبدا قاعدة في الدار بيان سور. ما تنجمش تخرج جيل به. اسمي، وطونكي هي عندها الأفكار هذية، وطونكي هي تقيم فيك أنت على أساس مادي بحت، ما تنجمش تكون أم وما تنجمش تخرج لك النشأة، اسمحي، ما تنجمش تعمل تخرج لك عائلة. كان جات تخرج عائلة. احنا الأم مدرسة هي. إيه، كان جات نجم تخرج عائلة، راهي تحكي بمنظور ديني. راهي معناها فاهمة الوضعية، فاهمة اللي الحياة تشارك، الحياة مسؤولية، الحياة ألفة، الاحترام هم كل. للأسف معناها في الوضع توا معناها اللي احنا عايشين فيه، كان متوفرش فلوس معناها باش تربي صغارك أحسن تربية، ما يطلعوش كيما تحب أنت. أبسط حاجة المحيط اللي باش تعيش فيه، الحومة اللي باش تسكن فيها. كل شيء شواء، كل شيء تختار. كان باش تخرج تخدم باش يديروا صغار، كان باش تقعد في الدار، معناها ما همش باش يوفرهم، باش توفر لهم كل شيء. ما تنجمش تجاري، كان باش تبقى في الدار تلهب الصغار، ما تنجمش تجاري الحياة. معناها ديما ريفيرونس تكون. ديجا هي ريت كي تقعد في الدار وتتلهب الشؤون المنزلية وتربي الصغار، هذيك أقوى خدمة راهو، هذيك أكثر من خدمة الراجل. أقوى خدمة، أم المدرسة. على كل مسيو. أنا تقييمي توا أي بنية نتعرف عليها نقيمها أول سؤال يتبادل إلى ذهني، نقول أسكت لا نقول هذه تجي أم ولا تجيش. أي ديرك هذا السؤال، هذا نبني عليه، معناها أسكت هذه نوصل معها ولا ما نوصلش. الأغلبية مع احترامي للبنات ما عادش فما اللي تجي أم. مع احترامي قلت برشا تعرفت عليه ما فماش اللي تجي أم. علاش مسيو؟ حاجة كبيرة. كما قلت الأم مدرسة، لكن فما برشا بنات، فما برشا. ما نكذبش عليك، أنا إلى يومنا هذا ما تقابلتش الطفل مع الطفلة اللي تجي أم، اللي قادرة معناها باش تبني عائلة. خاطر الراجل ديما البرا، باز الدار هي الأم.
على كل ميسيو ان شاء الله ربي يجيب لك بنت الحلال. ميرسي.